وصل وصل. اهو في بص الوجه اللي محمر ازاي قامت. وانا رحت فين يا فرنسا؟ هو انت ليه مش بتقولي لي يا سيف؟ عشان انا شايفاك خديوي. لا بجد ايه حكايتك؟ ما فيهاش فاهم. بتحلوي ليه؟ عسل وحش الكون. ايش يا خديوي؟ يا لهوي عليا وعلى اسمي. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة تعدي على خير. سيبونا عليه سيبونا عليه. يا رب الفيديو يكون عجبكم واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وسيبوا كومنت.